اليوم السابع مباشر. أنا أرى أن العصيان والحمل وكل الذين يخوفون من مسألة العصيان المدني والبلد ما تستحملش، البلد ما تستحملش برضو حكم عسكري، البلد ما تستحملش حكم عسكري. الذين يعتقدون أن المشكلة الاقتصادية بسبب الثورة، المشكلة الاقتصادية بسبب إدارة العسكر للمرحلة الانتقالية، الاستثمارات لا تدخل لبلد تحت حكم عسكري. يعني للأسف نحن لا نقرأ، بما في ذلك المجلس العسكري. لو قرأ المجلس العسكري تاريخ المجالس العسكرية بعد الثورات في العالم لسلم مصر للثوار يوم 12 فبراير. غالبية المجالس العسكرية انتهت إما بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بتحديد الإقامة. والذي تذكره يعني المحظوظون هم الذين رحلوا قبل أن تفتك شعوبهم بهم. في تركيا وبعد 30 عاما من انقلاب سنة 1980، وبعد أن بلغ قائد الانقلاب 93 سنة وهو رئيس جمهورية سابق، قعد رئيس تركيا من سنة 80 لسنة 89، وحط في الدستور مواد تحميه وتمنعه من المساءلة، حتى أعز الله تركيا برجل اسمه رجب طيب أردوغان، وعمل تعديلات دستورية في شهر سبتمبر، وأقرت هذه التعديلات بأغلبية كبيرة في تركيا، وأصبح هذا الرئيس الذي كان يقضي فترة تقاعده جالسا على البحر يمارس هواية الرسم، أصبح الآن هو والذين بقوا على قيد الحياة من قادة هذا الانقلاب كلهم معرضون للتحقيق الآن، حتى وفاضل بس على الحلو تكة لغاية ما النائب العام يحكم هو الجرائم بتاعتهم سقطت بالتقادم ولا ما سقطتش بعد 31 سنة من الانقلاب. فلو أننا نقرأ لعرفنا أننا أقوى بكثير من المجلس العسكري. ولو أن المجلس العسكري نفسه يقرأ، ولكن هي أزمة ثقافية موجودة عند العسكر بحكم تكوينهم، لو قرأوا تاريخ المجالس العسكرية لما تجرأوا على أن يشكلوا مجلسا عسكريا يحكم هذا البلد. وبالمناسبة هذا المجلس من أسوأ المجالس العسكرية في تاريخ المجالس العسكرية، ومن أسوأها من ناحية الكفاءة والدهاء، وحتى من ناحية الخبز. يعني مؤهلاتهم هي مؤهلات مبارك، نفس المؤهلات، دكتوراه في العند، لا يملكون إلا العند. أما وسائل السياسة فلا يملكونها، لا يجيدون اللعب بالأوراق التي في أيديهم، فتآكلت شعبيتهم يوما بعد يوم. الإسلاميون بطبيعتهم، أو الإخوان المسلمين بالذات بطبيعتهم، نفسهم طويل جدا. ناس بقالها 80 سنة بتعمل تنظيم. يعني الشباب النهاردة اللي موجودين، شباب الثورة اللي موجودين في الشارع، الحياة عندهم ابتدت يوم 25 يناير 2011. أي عضو في جماعة الإخوان المسلمين الحياة عنده ابتدت سنة 1928. أنا مش بتريق، أنا بقول الحقيقة فعلا. يعني المسيرة بدأت سنة 28 حين أسس الإمام الشهيد حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية سنة 1928 بعد سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا سنة 24. وهو يقرأ أحداث اليوم في سياق عمره حاجة و80 سنة، وبالتالي بيوصل لنتائج أخرى. إن إحنا طيب حكم العسكر إحنا بالنسبة لنا يعني بقالنا في الميدان سنة كاملة، هم بقالهم 80 سنة، فأقلموا نفسهم على عيشة على طريقة معينة في الأداء، وبالتالي إحنا عايزين نخلص القصة ديت ونروح، هم بالنسبة لهم ماشي نخلصها بس وإحنا عادي متعايشين معاه. هذه هي الفكرة. وبالتالي لا داعي لتخوين البرلمان أو تخوين أي فصيل سياسي، لأنه في النهاية هذا يخدم المجلس العسكري. إحنا أقوى بكتير جدا من خصمنا. خصمنا مش الجيش، خصمنا المجلس العسكري، خصمنا 19 نفر بيديروا البلد بشكل معين ضد مصالح الثورة.
وهذا هو أما الجيش فهو مؤسسة وطنية نحن أحرص عليها منه. اللي عايز إن أنا يعني أبايع مرشحا الآن، أنا الحقيقة ما زلت أدرس من المرشح الذي سأعطيه صوتي مباشر. أنا كنت شايف إنه أفضل المرشحين أو أفضل الـ 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 الأسماء المطروحة للرئاسة كانت الدكتور البلدي. وبالمناسبة أنا دائماً أحب أن أوضح أنه انحيازي للدكتور البلدعي قبل الثورة مختلف عن انحيازي له بعد الثورة. انحيازي للدكتور البلدعي قبل الثورة كان انحيازاً للحق ضد الباطل، اللي مع البلدعي هم الحق واللي ضد البلدعي دول مع جمال مبارك أو حسني مبارك. بعد الثورة أصبح انحيازي للدكتور البلدعي انحيازاً لمرشح محترم ضد مرشحين آخرين، وبالتالي أحترم كل المرشحين تقريباً وأحترم من ينتخبهم، يعني مش بنفس الطريقة اللي كنت بختلف بيها مع الآخرين قبل الثورة. وبالتالي الآن دكتور البلدعي كمرشح أصبح اسمه نفترض أنه